انضم الي من كييف الدكتور ياسين رواجدي الخبير في شؤون شرق اوروبا. دكتور ياسين اهلا بك في هذه الحلقه من العالم ينتخب. ما قراءتك الاوليه لنتائج الانتخابات المحليه في بولندا؟ نعم اهلا وسهلا اذا كنت تسمعني. نعم كنت اقول قراءتك الاوليه للنتائج. نعم يعني هذه الانتخابات مفصلية بالنسبة لبولندا وحتى لأوروبا بشكل عام، لأن بولندا لفترة طويلة كانت تحت تأثير أو حكم اليمين المتشدد إلى حد ما، وهذا اليمين أعاق كثير من الخطط الأوروبية وخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وتعلق بالأمن الأوروبي وفي قضايا مختلفة، حتى في قضايا الشرق الأوسط. بولندا في أثناء حكم اليمين المتشدد كانت لها مواقف يعني متحفظة على أي إدانة لإسرائيل أو أي عمل يساهم في لحلحة وحل القضية الفلسطينية بشكل هذا خاص. بشكل عام أن أوروبا الآن تتجه إلى الانفتاح وتتجه إلى كما يقال إلى الوسط أو إلى يسار الوسط، في وقت الآن بولندا من خلال الانتخابات البلدية تعود إلى اليمين مرة أخرى. لكن في الواقع ليست يعني هذه انتخابات حاسمة إلى حد كبير، لأن الفرق بينها وبين تحالف الوسط أو الوسط واليسار قليل جدا، وبالتالي يمكن أن يحدث تحالف بين الحزب أو التحالف الحاكم اليساري أو الليبرالي المعتدل مع بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، وبالتالي يمكنهم من محاصرة الحزب اليمين إلى حد كبير في هذه الانتخابات. على أي حال لا تزال الحكومة أو السلطة على المستوى الفيدرالي في بولندا مستقرة والتحالف الحاكم مستقر، وبالتالي يستطيعون التعويض عليه على هذه الخسارة بإجراءات مختلفة أخرى. طيب يعني هذا هو أول اختبار لدونالد تاسك منذ قدومه وتولي هذا المنصب رئيس وزراء بولندا العام الماضي، وكما تعلم بولندا متورطة بشكل غير مباشر في الحرب الروسية الأوكرانية، هي جارة لأوكرانيا وكانت أولى الدول التي استقبلت اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية هذه الحرب، وبالتالي يبدو أن هناك دور كبير لهذه الحكومة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا. هل ترى أن هذه النتيجة تدعم أو على خلاف مع كيفية تعاطي دونالد تاسك مع روسيا في هذه القضية في قضية أوكرانيا؟ بالتأكيد هذا روسيا هي يعني تشجع هذا التحول. روسيا تتحالف مع أحزاب اليمين المتشدد العنصري في أوروبا، وهذا كثير من الناس لا يعرفوه، لأن الأحزاب اليمينية في أوروبا والعنصرية هي تريد أن تتحالف مع روسيا مقابل الانفتاح مع دول العالم الثالث، وهذا هو التوجه الاستراتيجي لأحزاب اليمين في أوروبا. وكثيرين في الرأي العام العربي لا يدركوا هذه الحقيقة. وبالتالي فإن الأحزاب الليبرالية والأحزاب اليسار هي الحليف كما يقال أو الأقرب، لكي نكون أكثر دقة، الأقرب إلى تفاهم قضايا الشرق الأوسط ومعاناته والتعامل معه، قياسا بأحزاب اليمين المتشدد التي لها مواقف عنصرية من قضايا العالم خارج أوروبا، هي عنصرية أوروبيا. وبالتالي هي أصلا لا تهتم بقضايا العالم الآخر سواء الشرق الأوسط أو حتى أمريكا الجنوبية وما إلى ذلك. طيب أعود مرة أخرى إلى بولندا، كيف يمكن لرئيس الوزراء في بولندا دونالد تاسك أن يتعاطى مع نتائج هذه الانتخابات؟ هل يمكن أن يجد معارضة شديدة في كيفية إدارة الدولة على الأقل من ناحية السياسة الخارجية؟ لا، هذه الانتخابات المحلية طبعا مهمة، لأن في النظام السياسي البولندي الحكومات والبلديات لها صلاحيات صحيح
واسعة وعندها ميزانيات كبيرة فيما يتعلق بالإدارة المحلية يعني الخدمات بشكل رئيسي، وبالتالي هم يستطيعون من في إدارة الخدمات بشكل جيد أن يعدوا نفسهم للانتخابات القادمة. لكن هذه الانتخابات لن تؤثر على السياسة الخارجية لبولندا، ورئيس الوزراء توسك هو يعني شخصية مجربة حيث كان رئيسا للاتحاد الأوروبي فترة طويلة يعني 5 سنوات تقريبا، وبالتالي فلن تؤثر على سياسة بولندا الخارجية ولا على سياستها الأوروبية، لكنها تعطل مشاريع الإدارة الذاتية المحلية والخطط المحلية داخل بولندا. وهذا طبعا ليس غير مهم لكنه ليس مؤثرا على الوضع الدولي لبولندا. هذا نموذج آخر جديد طبعا في أوروبا حول أو في تقدم في مسألة تقدم اليمين، الأحزاب اليمينية في أوروبا بشكل عام، كيف ينظر إلى هذه الأحزاب اليمينية سواء من ناحية تعاطيها مع القضايا الموجودة في أوروبا مع الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى مع المسائل الداخلية في أوروبا، الوحدة الأوروبية وما إلى ذلك؟ يعني في الواقع هي يعني الأحزاب اليمين صعدت خلال السنوات الأخيرة وبذلك على تيار الترامبية الأمريكية لأنهم حلفاء لترامب، ولكن في السنوات الأخيرة لاحظنا أن اليمين تراجع في بعض الدول ولا يعني في ألمانيا الآن التحالف الحاكم تقريبا نستطيع أن نقول يعني ليبرالي يساري، في بلجيكا الآن الحكومة الجديدة هي حكومة تقريبا قريبة من اليسار، في إسبانيا الآن حكومة معتدلة قريبة من اليسار أيضا، في إيرلندا كذلك، لا تزال في بريطانيا حكومة يمينية، لكن يتوقع أن الحزب المحافظين سيخسر في الانتخابات القادمة. وعلى أي حال فإن نستطيع أن نقول أن هناك نوع من التوازن، ونجاح الأحزاب اليسارية المعتدلة والليبرالية في بولندا أيضا أضاف إلى حصة اليسار في أوروبا وزنا جديدا، وبالتالي نستطيع أن نقول هناك نوع من التوازن على الساحة الأوروبية بين أحزاب اليمين واليسار والليبرالية المعتدلة. أعود مرة أخرى لما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، بولندا هي واحدة من الدول، لم تكن هي واحدة من أهم الدول على الحدود، حدود الناتو مع روسيا، ليست حدود مباشرة لكن هي أقرب الدول الأوروبية المنضوية تحت الناتو إلى روسيا. كيف تتعاطى بولندا في ظل نتائج هذه الانتخابات، في ظل تقدم اليمين أو أحزاب اليمينية داخلها في العلاقة مع روسيا، في نظرة البولنديين إلى العلاقة مع روسيا؟ هناك في بولندا غالبية كبيرة تتحفظ أو لها نظرة يعني لا نستطيع أن نقول عدائية، لكن نظرة تحفظ كثير وخوف من روسيا يعني حتى في اليمين وفي اليسار أيضا. ولذلك هناك عداء تاريخي بين البلدين لا مجال للحديث فيه بالتفصيل، لكن بولندا قدرها يعني كبولندا كبلد وكفاهم وشبه إجماع في بولندا على دعم أوكرانيا، وشبه إجماع على ضرورة الابتعاد عن روسيا أو على الأقل أن تكون بولندا قادرة على درء أي خطر روسي قادم. لذلك ليس هناك الخلافات كبيرة وعميقة بين الأحزاب البولندية فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا. طيب سؤال الأخير متعلق باللاجئين، مسألة اللاجئين بالنسبة للأحزاب اليمنية معروف وهو مناهض لفكرة اللجوء واستضافة اللاجئين، ما يتعلق باللاجئين من أوكرانيا، هل هذه السياسة اليمينية تنسحب أيضا على اللاجئين من أوروبا؟ لا، هناك نظرة مختلفة بالنسبة للاجئين البولنديين الأوكرانيين، هناك قبول شبه عام في أوروبا لهم، أولا لأنهم أوروبيين، ثانيا لأن أصلا أوروبا بحاجة إلى طاقة عاملة إضافية، ثالثا يشعروا أن الأمن الأوروبي ملتصق بالأمن في أوكرانيا، وأن الحرب في أوكرانيا أو الأوكرانيين يدافعوا بشكل أو آخر عن أوروبا، لذلك
الوضع بولندا واللاجئين من بولندا يختلف قياسا بأي لاجئين آخرين من خارج أوروبا أو حتى من البلقان. شكرا جزيلا دكتور ياسين رواجدي الخبير في شؤون شرق أوروبا، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك.